مسلسل النكران أتقنت دور الأب في التمثيل، هل أتقنت دور الأب في الحياة؟ في الحياة عامل خلطة بين الأب والصديق. الأب والصديق. إيه نعم، أنا عيالي أصدقائي. أنا قايل لهم. حسين الله يحفظه وعلي الله يحفظه. إيه نعم. قايل لهم بابا شوفوا ما حد راح يخاف عليكم كثري. طبعًا. وبعدين يعني أنا كل اللي قاعد تمرون فيه الحين أنا مر فيه قبل. كل اللي انتوا قاعد تسوونه انا عارف انتوا ايش قاعد تسوون. تبي اقول لك انت ايش تسوي وين تروح وين وش تسوي كذا كذا كذا، فهم ساعات لما اقول لهم على بعض الاشياء يطالعون هذا ايش دره، مو شغلات هذه كلها مر علينا ايام الشباب. فبالتالي انت عارف كل شيء. فانا اعتقد ان الابو اذا صار صديق لعياله اكيد ما حد راح يخاف عليهم كثر، لان الاب هو الانسان الوحيد في العالم الذي يتمنى انه أحد يكون أحسن منه، بس أولاده. فأنا علشان كذي دائما أكون معهم صديق، وساعات لا ساعات مثلا أي أكلم مثلا حسين حتى هو يقول مسمي نفسه أبو داود. أبو داود يقول أنا راح أسمي نعم أبو داود.